وعدتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا في بسم الله الرحمن الرحيم. عام مضى بكل ما فيه من تجارب ونجاحات وإنجازات، وعام أتى حاضر بكل ما فيه من فرص وخيارات. العام 2017 هو فرصة للوقوف مع الذات ولمراجعة النفس في عديد المحاور الخاصة بالإنسان. حلقة اليوم مشاهدي الكرام في كل مكان بعنوان دفتر مراجعة. دفتر مراجعة هي مساحة لمراجعة النفس والذات في عدد من المجالات التي تهم الإنسان، مع دكتور أيمن الشيخ جمعة سهل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله أخي أبو بكر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين، ونحن سعيدين أن نتواصل سويا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. دفتر مراجعة هو مساحة كبيرة جدا للاستفادة من الماضي ومن الحاضر ومجموعة محاور خاصة في حلقة اليوم. بداية نبدأ، المقصود شنو بدفتر مراجعة؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان العاقل هو الإنسان الذي في كل فترة يقف مع نفسه وقفات. الوقفات دي لأنه نحن سبحان الله الإنسان مع الحياة، مع حركة الحياة، حركة الحياة دي لما تدور غالبا يا أبو بكر لما تدور ما بتقيف. عارف في ناس بيقيفوا 200، في ناس بيقيفوا بعد 10 سنوات، في ناس بيقيفوا مع بعد 20 سنة، في ناس بيقيفوا مع أنفسهم بعد 30 سنة، يكون العمر تقريبا مضى. وللأسف في ناس لحد ما يموتوا بيكونوا ما وقفوا مع أنفسهم، ما فتحوا الدفتر الكبير اللي هو دفتر حياتي عشان أتفرج، عشان أراجع، عشان أشوف الحاصل شنو. ده المقصود بدفتر مراجعة. صحيح أنه حلقتنا دي هي بنقدمها مع بدايات العام الميلادي الجديد 2017، وليس هذا تكريسا للتاريخ الميلادي، حاشا وكلا، فنحن المسلمين عندنا التاريخ الهجري هو التاريخ الأولى الذي نسير به. لكن بما أنه كل الناس بتتكلم عن أنه دي بداية عام جديد وبداية خطط جديدة وبداية برامج جديدة، فكان من المناسب أنه نطرح الحلقة دي ونحن في بداية 2017، وإلا فزي ما اتفقنا أنه تاريخنا الصحيح وتاريخنا الماشين به هو تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الدفتر الكبير ده، دفتر المراجعة ده، أنت لو بتلاحظ أي تاجر ناجح في نهاية العام أو في نهاية الموسم، خلينا نقول، بيكون عنده مراجعة عشان يشوف هو في السنة دي شنو البضائع اللي كسبته زيادة، شنو البضائع اللي تعب فيها جابها برأس مال عالي لكن ما طلعت له ربح كويس، شنو البضائع اللي جابها وما تبعت نهائي، شنو البضائع اللي كان الطلب عليها كثير لكنه للأسف ما كانت موجودة عنده في محله التجاري ده، فبالتالي هو محتاج يقعد عشان يراجع كل الكلام ده. حصري، يعني بيعمل حصري عام لمجموعة التجربة، تحصيلة موسم كامل. بالضبط. عشان شنو؟ عشان يبدأ يصلح، يشوف الحاجات اللي كانت موجودة كويسة فيبدأ يزيدها، الحاجات اللي كان بيطلبوها الزباين كتير هدي حتمشي له سوقه فهيبدأ يزيدها في السنة الجاية، الحاجات اللي ما كان فيها طلب ما كان فيها رغبة هيبطلها، الحاجات اللي كان بتضره هيبتعد عنها، وهكذا. إذا هو بيقيف وقفة في نهاية السنة عشان لما نبدأ سنة جديدة أو لما نبدأ موسم جديد يبدأ بقوة أكبر وقد استفاد من كل التجارب الماضية كخلل ماضي أو باعتباره يعني نقاط ضعف أو نقاط قوة أو نقاط قوة مرت به سابقا. طيب، نبدأ للمستمع والمشاهد، السؤال الأول هو باعتباره مدخل أول، معنى مراجعة، ما المقصود بمراجعة؟ يلا، كل الكلام قاعد أقول لك الآن هو توضيح للمعنى، هو توضيح لمعنى كلمة مراجعة. أنت لما ذكرنا مثال التاجر، زول عنده مدرسة خاصة، زول عنده شركة، عنده في النهاية محاسب بيقعد معه في آخر السنة عشان يسوي حساباتهم عشان يشوف طلعوا بشنو في النهاية. أنت لما تراجع الماضي، أنا في شخصيتي لما أرجع للماضي عشان أشوف شنو الأشياء الكويسة عندي أقويها وأشوف شنو الأشياء اللي عندي فيها إشكالية عشان أزيلها، ده اسمه دفتر مراجعة. نحن ممكن نأخذ عشان يكون حاجة رسمية، نأخذ تعريف الإمام الماوردي رحمه الله. الإمام الماوردي عنده كتاب جميل جدا اسمه أدب الدنيا والدين. أنا بنصح الإخوة المستمعين والمشاهدين أي زول لما نمشي المكتبة يسأل من الكتاب ده، أدب الدنيا، أدب والدين. الدنيا والدين، كتاب في غاية الروعة، في غاية الجمال. أمشي أي مكتبة وأسأل من كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي، وممكن احتمال لو دخلت النت تلقى منه نسخة، أتوقع بالتأكيد حتلقى نسخة موجودة في النت، نسخة ممكن الزول ينزلها ويستمتع بها.
الموارد قال شنو؟ بيتكلم عن حكاية دفتر المراجعة، بيعرفه لنا قال شنو؟ قال هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره. إيك لاحظ الزول ده ودانا لوين؟ ودانا لليوم الواحد. إحنا قبل شوي كنا بنتكلم عن شنو؟ عن سنة كاملة أو عن موسم كامل. هو قال لنا لا لا لا، الحكاية ما بتبدأ من تراجع سنة كاملة، الحكاية أشد من كده. الحكاية أنك أنت قال أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، يعني بشكل شنو؟ يومي، بشكل يومي، حاجة حاجة راتبة كده. ما أيوة. أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا الحاجة العمل في نهاره أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، يعني أمضاه يعني واصل فيه، وأتبعه يعني أداه حاجات زيادة بما شاكله وضاهاه يعني بالحاجات السمحة زيه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. دي باختصار المقصود بدفتر المراجعة. أعيد مرة ثانية الكلام اللي قبل لأنه كلام جميل حقيقة، نعيد فيه مع زيادة شرح تفصيلي يعني يوضح المعنى أكثر كمان. تمام. يقول الإمام الماوردي في حكاية المراجعة للفات هي عبارة عن شنو؟ قال أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. يعني باختصار بتراجع الفات، السمح بتعمل زيه، والكعب بتخليه ما يتكرر مرة ثانية. ده باختصار شديد احنا قاصدين من دفتر المراجعة. ودفتر المراجعة ده يا ابو بكر للجميع، ما في زول يتخيل انه هو طالع من الموضوع ده، ما في زول يتخيل يعني انه انا كل الناس. ايوه شامل كل الناس، الكلام ده شامل الغني والفقير، لانه المراجعة دي ما مراجعة امواله بس، المراجعة دي مراجعة في كل جوانب الحياة. الكلام ده شامل الرجل والمرأة، الكلام ده شامل الشاب والكبير في السن، الكلام ده يعني كل ما يخطر في بال كل الناس تحتاج انها تقيف، لانه عجلتك لو دورت ما تقيف، ممكن ما تقيف للابد للاسف، وتكون انت ماشي في حاجات غلط، تكون ماشي في حاجات فيها نوع من السوء، تكون في ماشي في حاجات ما غلط لكنها ما مفيده، مضيع عليه زمنك. يعني اتخيل انت شاب بيقضي يوميا 6 ساعات في قنوات رياضيه، بيقول لي طيب ما في معاصي وانا اصلي صلاتي، يا اخي اقل شيء ان بقى ما فيها معاصي فانت اقل حاجه وقعت فيها انه زمنك ده. يا رب انا بسالك منه يوم القيامه رايح. زول بيقضي لي 5 6 ساعات في وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب والفيس. ايوه انت لو ما بقى، لو قلت لي انا ما شغال في حاجه فيها معصيه فانت زمنك رايح. يعني انت حكايه المراجعه دي ما بس عشان تشيل السيء وتبدله بحسن، احيانا في حاجات بتكون هي عباره عن مضيعه، في حاجات فعلا الزول لو قعد بقى واعي وحاسب نفسه. يا اخي انت عارف الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبوها الناس اللي بيجتمعوا، ممكن يجتمعوا 3 4 شباب قاعدين لهم قدام شاشه ضخمه عشان يلعبوا العاب الكترونيه بالساعات، الكلام ده موجود فعلا. في ناس بيقعدوا في ونسات بالساعات، انا بتكلم عن ساعات ما بتكلم عن دقائق معدوده. دفتر المراجعه حيخلصني من الحاجه الكعبه، وبرضه حيخلصني من الحاجه اللي هي انا لا بعتبرها حسنات ولا من المباحات الزايده. المباحات الان في النهايه زيادتها هي عباره عن ضياع زمن، لانه زي ما احنا قلنا سابقا نحن عمرنا ده اصلا محتاجين انه نملاه بالحسنات، لانه هو الزاد اللي بنطلع به في يوم القيامه. طيب. دي خلاصه كتعريف مبدئي بكلمه دفتر مراجعه. منو اللي بيستحق المراجعه؟ المراجعه معناها شنو؟ فيها تجارب من جوانب الحياه. فضل المراجعه بتاعت الماضي شنو ممكن تحققه للانسان اللي عنده رغبه بجد يبدا يعدل ويصلح اكثر؟ في عندنا كثير من الايات والاحاديث اللي بتورينا اللي بتتكلم لنا عن فضل هذا الامر، اللي هو ان زول يقيف ويعاين للفات. ما تتخيل ان دي حاجه سهله. انت كونك تقيف تعاين للفات ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليها. انت كونك تقيف وتعاين للفات الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليها. انت كونك تقيف وتشوف نفسك صح ولا غلط دي من الاشياء المهمه جدا. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اقيف شوف العملت الفات ده يا توفي والبنفع بفيدك لغد ليوم القيامه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، اقيف فكر شوف، ولتنظر نفس شنو؟ ما قدمت لغد. انت عملت شنو بعدين؟ ما هو ده الغرض النهائي. انت في جريك ده كله في وظيفتك، انت في النهايه عايز تعيش عشان تقضي حياتك عشان باذن الله تعالى تكون من اهل الجنه. انت في علاقاتك الاسريه شغال عشان غرض نهائي، انت مع اصحابك في غرض نهائي، انت في عباداتك في غرض نهائي. اذا في النهايه انت لما التفكير ده يكون مسيطر عليك اللي هو التفكير في بكره، اللي هو بكره بالنسبه لنا هو الجنه،
باذن الله تعالى للمؤمنين. انت اشتغلت لها شنو عملت لها شنو؟ هي مهرها في النهايه ليس رخيصا، هي مهرها غالي، محتاج زول يقدم المهر حقه عشان حتى يصل اليها. اذا دي اول ايه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مراجعه. الاثر الثاني في فضل المحاسبه قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني شو النفس اللوامة؟ النفس اللي بتلومك، النفس اللي بتسألك عملت كده ليه؟ إذا ده دفتر مراجعة ولا ما مراجعة؟ دفتر مراجعة كبير. أيوة، أنت عارف النفس يا أبو بكر من أكثر الحاجات اللي بتساعدك لما تكون نفسك هي بتساعدك. نفسك هي بتقول لك: يا ابو بكر ليه ما عملت كده؟ نفسك هي بتقول لك: يا ابو بكر ليه عملت كده؟ نفسك هي بتقول لك: لو سمحت تاني ما تعمل الحاجه الفلانيه دي. النفس اللوامه ربنا سبحانه وتعالى اقسم بها. اذا دي من الامور العظيمه جدا اللي بيدلنا عليه فضل المراجعه الذي يدل على فضل التوقف والنظر. هذه الايه من الفضائل كذلك، من الاشياء التي تدل على فضل هذا الامر. ده مش الفضل الثالث من الفضل بتاع انه زول يراجع الماضي. الحسن البصري في الآية دي بتاعت قوله تعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة، يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعاتب نفسه، ما الذي أردته بكلمتي؟ ما الذي أردته بأكلتي؟ ما الذي أردته بشربتي؟ قال: أما الفاجر فإنه يمضي قدما ولا يعاتب نفسه. الرقم ثلاثة: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الذين اتقوا، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقفة، أنت ماشي اكتشفت انك ماشي غلط، طق بتقيف ترجع ليه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان خلاهم يعملوا حاجه غلط تذكروا فاذا هم مبصرون. ما بيمشوا، دفتر المراجعه شغال بصوره طوالي، ما شغال بصوره سنويه ولا شهريه ولا يوميه، لا 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 لا، شغال بصوره لحظيه. فورا غلطت طق، فورا غلط ارجع صلح تذكروا. ايوه مباشرة. عشان كذا في الآية: إذا تذكروا، إذا تذكروا، إن الذين اتقوا إذا، يعني بمجرد إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا الحكاية ما دفتر المراجعة ده ما شرط أنه يكون فترات متباعدة. ما أجمل يا أبو بكر أنه دفتر المراجعة حقتي يكون مفتوح 24 ساعة. أنا 24 ساعة شغال أشتغل وحاسب، أشتغل وراجع، أشتغل وأشوف أنا اللي عملته ده صح ولا ما صح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر اللي كلنا حافظه أنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا العرض على الله. أنت عارف نفسك يوم من الأيام حيجيك حساب، فأنت خليك جاهز له. ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. وده أوضح مثال. أكثر زول بحاسب الزول الثاني الشركاء في التجارة، ما بيخليه، ما بريحه، صحيح القروش دي راحت كيف؟ وريني المبلغ ده مشى وين؟ المبلغ الفلاني ده من راس المال دخل هنا طلع وين؟ حتى بكون دقيق. أيوة، في كتابه الارقام وفي حصرها وفي دقة موضوعها. شديده، دقه شديده، دقه شديده. فانت قال لك ما بتكون من المؤمنين حقا، من المفلحين حقا، الا لو انت اشتغلت دفتر المراجعه ده مع نفسك زي ما الشريك بيراجع اي حاجه مع منه، مع شريكه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، دي اخر واحده نذكرها في الفضل، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اضر شيء على الانسان الاهمال وترك المحاسبه. بس خد بين قوسين الكلمه دي، الضر شيء على الإنسان هو الإهمال. في ناس عايشين حياتهم كلها بالكلمة دي اللي هي شنو؟ الإهمال، الإهمال، الإهمال. يعني هم ناس من النوع ما داري صحصح، بحيث أنه أنا لو مشيت وأنا مغمض أموري بتمشي، غمض غمض وامشي، غمض وامشي، ما تفتح، ما تفتح ليه؟ الفتحة دي ممكن تظهر لك حاجات ما كويسة، لا خليك مغمض وامشي. ده اسمه الإهمال. الإهمال أنك أنت تكون ماشي وداقش في الحياة دي، وأي حاجة بتقول لك فتح فتح، بتقول لا 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 لا، أمشي 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 أمشي، الأمور ماشية، بصاح بغلط بكعب بسمح، الأمور ماشية. الإهمال ابن القيم يقول أضر شيء على الإنسان هو الإهمال. أيوة، لأنه الإهمال معناه شنو؟ التسيب، أنه أي حاجة ماشية. ويقول الإهمال والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن ذلك يؤول به، يعني بيودي آخر حاجة إلى الهلاك. يقول لك لا، ما في حاجة اسمها دار مشي، الحكاية فيها حساب وثواب وعقاب عند الله سبحانه وتعالى. يكون يقظ وفطن، يتعامل مع الحاجات بالضبط، بفهم. الحكاية فيها نجاح وفشل، ما دار حاجة اسمها مشي. الحكاية فيها تفوق وعدم تفوق، ما في حاجة اسمها مشي، ولا في حاجة اسمها الأمور تكون ماشية باسترسال. لا، الإنسان يقف، دي كلها بتورينا أنه حكاية دفتر المراجعة ده عند الله سبحانه وتعالى عظيم، عند الله عظيم وعند رسول الله عليه وسلم عظيم، اللي هو أنك وأنت تسير في هذه الحياة تعمل لك وقفة
ثم تفتح لتنظر ما الذي فعلته. طيب نوقف على الأهمية والفوائد بتاعت انك انت تراجع الدفتر ده، الفوائد بتاعت المراجعة. أول حاجة أنك انت حتطلع على عيوب نفسك ونقائصها. في ناس كتار ما بيعرف عيوب نفسهم، صح ولا لا؟ صحيح. لأنهم ما فتحوا الدفتر أساسا، لأنه ما وقف، لأنه جاري. الجكة اللي قلت لك قبيل دي، الزول طول عمره زي شغال زي الطاحونة، فهو ما عنده وقت عشان يشوف أنا الصح فيني شنو وغلط فيني شنو. أنا لما أقيف وافتح الدفتر الكبير ده حق المراجعه عشان اشوف اموري كلها كيف، فتحت لي الدفتر ده من اهم فوائده انها بتوريني عيوبي شنو، بتوريني النقائص اللي عندي شنو. وانا لما اعرف عيوبي ونقائصي دي حاتذلل لله سبحانه وتعالى، لاني ما حاشعر بانه انا صاحب الكمال وصاحب العظمه وانا الشخص المتميز و و و. المراجعه دي بتوريني بعض الاشياء اللي مهما بلغت اكيد بيكون عندي حاجات معينه. دي رقم واحد. نمشي الفائده الثانيه من فوائد مراجعه الماضي. من فوائد المراجع التعرف على منة الله تعالى. ما انت لما تراجع ما بتراجع افعالك بس، بتراجع حتى نعم الله عليك. يا اخي دقيقه، انا في السنوات الفاتت دي ربنا اداني كده واداني كده واداني كده واداني كده وعملت كده وربنا سهل لي كده وسهل لي كده وسهل لي كده وسهل لي كده ببدا اتذكر انا يا الله يا اخي انا عايش في نعيم، في نعيم شديد. ايوه، انا مقارنه بناس ثانيين انا عايش في وضع رائع جدا، في وضع رائع من ناحيه نفسيه، من ناحيه علاقات، من ناحيه اذا يا الله الحمد لله الشكر لله. هنا بتتصل نعمه الحمد والشكر. ايوه، وبتكون بشنو؟ باحساس طالع من قلبك. فالتعرف على فضل الله ومنته من اكبر فوائد دفتر المراجعه ده. من اكبر الفوائد اللي بستفيدها من الدفتر ده انه انا بتعرف على فضل الله تعالى وعلى منته. حاسبت نفسي فلم اجد لي صالحا الا رجائي رحمه الرحمن، ووزنت نفسي فلم اجد في الامر الا خفه الميزان. انا لما اراجع بكتشف الحاجات دي كلها، بوازن بين حاجتين، بين نعم ربنا الكثيره وبين تعاملي انا مع ربنا. بقول يا الله، هو ربنا بيديني ده كله وانا بسوي الكلام ده؟ من الحاجات الغريبة اللي قالها بعض العلماء، قال أنت لن تستطيع أن تفعل أي معصية إلا باستخدام نعمة من نعم الله. دي مصيبة. أنت عايز تعصي معصية بأنك تعالي لك لبيت، حتستخدم شنو؟ العين، نعمة ربنا. أنت عايز تعصي الله تسمع لك لأغنية، حتستخدم شنو؟ نعمة السمع. أنت عايز تلمس لمس حرام، حتستخدم شنو؟ نعمة اللمس. أنت عايز تفكر في جريمة، حتستخدم نعمة اللي هي نعمة العقل. فيكفيك جرما أنك لن تستطيع، أنك دائما عندما تعصي الله فأنت سوف تعصي الله باستخدام نعمة أنعم الله بها عليك. يا الله، شوف الحاجة دي مؤلمة كيف. أي معصية أنت قاعد تعملها، أنت قاعد تشغل عشان تعملها، قاعد تعملها باستخدام نعمة ربنا. كأنه ربنا بنعم عليك وأنت بتعصيه، ربنا بنعم عليك وأنت بتعصيه، ربنا بنعم عليك يعني كأنك أنت قاعد تكافئ، تقابل إحسان الله إليك بإساءتك إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ الفائدة دي كيف. إذن أنا من فوائد دفتر المراجعة ده أني بعرف فضل الله علي ونعمة ربنا علي، وبقارن بين نعمة ربنا دي والذنوب اللي أنا عايش فيها. طيب نمشي للفضل الثالث والأهمية من الأهمية. من أهمية موضوع دفتر المراجعة أنه بيؤدي إلى تزكية النفس وإصلاحها. أنه الزول ده لما يراجع الفات بيبدأ يصلح، ما هو أصلا دي الثمرة. الفائدة شنو؟ نتيجة أنك تكون تصلح. أيوة، اسمع معاي الآيات دي. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم، هل قسم الله حاجة بسيطة ولا حاجة عظيمة؟ عظيمة حاجة جداً. عظيمة. ولا قسم ولا قسمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ده القسم الثاني، احسب معاي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما معيد مرة ثانية. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يا ربي، القسم الكثير ده من الله على شنو؟ قال تعالى في إجابة القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنفس، ربنا أقسم بهذا كله على حاجة. إذا ربنا أقسم بالحاجات دي كلها أكيد على حاجة عظيمة. يا ربي، أنت قاعد تقسم بها على شنو؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. فيقسم الله تعالى أن المفلح هو من زكى نفسه. يقسم الله تعالى أن المفلح هو من طهر نفسه. معناها يا أبو بكر حكاية أنه أنا أصلح نفسي ما حاجة بسيطة. نعم، ما حاجة بسيطة عند الله سبحانه وتعالى، حاجة عظيمة عند الله، حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن دي من الأشياء من الأهمية. رقم واحد أنه بطلع على عيوب نفسي. رقم اثنين بعرف فضل الله علي وبقارن بالذنوب اللي قاعد أعملها. ورقم ثلاثة أنه بتؤدي إلى تزكية النفس، وهذا من أعظم ثمرات دفتر
المراجعة. طيب ده فيما يتعلق عندنا مواصلة للثمرات، باقي واحدة. طيب نستمر في الأخيرة. الأخيرة هي أن المحاسبة تربي الإنسان والمراجعة تربي الإنسان على الشعور بالمسؤولية. يعني شنو؟ أنه أنت عندك قاعدة، المسؤولية يوم القيامة يا أبو بكر مسؤولية فردية. ربنا يوم القيامة بيسألك من منو؟ بيسألك من نفسك. إذا أنت المسؤول منك يوم القيامة هو أنت. فأنت لما تراجع نفسك قاعد تربيها، يا نفسي أنا قاعد أراجع الأمور دي لأنه أنا ربنا بيسألني من نفسي، فكده أنا حأتعود على حكاية المسؤولية الفردية، أنه أنا مسؤول من نفسي، أنه أنا مسؤول من نفسي، أنه أنا مسؤول من نفسي. في كثير من الناس بيقول لك يا أخي والله ربنا ما هداني، ربنا ما هداني، أصحابي كعبين، أمي وأبي ما ربوني سمع. في النهاية أنت مسؤول من نفسك، ما تتشعبط في حاجات تانية، أنت مسؤول من نفسك. فالمراجعة المستمرة دي سواء المراجعة السنوية، الشهرية، اليومية، المراجعة حتى اللحظية دي كلها بتربي فيك إحساس بأنه أنا مسؤول من أنا مسؤول مني أنا. عشان كده الإحساس بالمسؤولية بيكون عالي جدا. دي كلها من أهم الأشياء اللي بتورينا أهمية هذا الدفتر اللي هو دفتر المراجعة. طيب هل من أسباب بدعين الإنسان على أنه يعني يبدأ يراجع أو يفتح الدفتر ده للمراجعة؟ ده من حاجات تساعد يعني. تساعد أيوة. طيب لو في زول سأل السؤال سألته ده قال أنا كيف أبدأ الحكاية دي؟ أنا ده فعلا ده أشوف هل في حاجة ممكن تساعدني أنه أنا أراجع نفسي؟ بنقول له في كمية من الحاجات. نبدأ بأول حاجة. حالاتكم سبعة إحنا إن شاء الله. أول حاجة بتساعدك أنك تخد في بالك أنك كل ما راجعت الليلة هترتاح بكرة. ودي حاجة مهمة جدا. ثمر وفائدة أيوة. حصيلتها التكتسبة. أنت كل ما راجعت في الدنيا ارتحت في يوم القيامة. عليك الله في ثمرة أحسن من دي، في حاجة أحسن من دي. فأنت لما تخد في بالك أنك أنت شغال مراجعة يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا الكلام ده كله عشان ارتاح بكرة. بكرة اللي هو متين في يوم القيامة لما تعرض الجنة والنار. يا سلام أنا ما كنت براجع في نفسي، وبالتالي أنا صلحت نفسي الحمد لله، وبالتالي سأكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. إذن أول سبب بيعينك أنك تخد في بالك أنه دي حاجة بتريحك. بعدين اثنين، أنك تعرف أنه الثمرة النهائية من المراجعة دي هي الجنة، وأن العقوبة الرئيسية من عدم المراجعة هي والعياذ بالله النار. والإنسان كان بيعمل في حاجة كعبة. إذا أنت شغال في دفتر المراجعة الكبير ده وأنت بتراجع، خد في بالك أنه الثمرة في الأخير هي جنات النعيم اللي هي الثمرة الكبيرة اللي كلنا شغلنا ده كله من الألف للياء مفترض يكون دي الغاية الأسمى اللي إحنا دايرينها، الجنة الفردوس الأعلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. المؤمن أيضا. السبب الثالث اللي بيساعدك على المراجعة وده سبب خطير، وأنا متأكد أنه السبب ده موجود في كل الأشياء اللي ممكن أي حاجة فيها كلمة أسباب لازم يخش السبب ده فيها، اللي هي شنو؟ مصاحبة الأخيار، مصاحبة الناس الكويسين اللي شغالين بدفاتر المراجعة. التاجر اللي بيصاحب له تجار حقين دفاتر المراجعة حيبقى زيهم ولا ما زيهم؟ حيبقى زيهم أكيد. الشريك المعاو شركاء كلهم شغالين مراجعات حيبقى زيهم ولا ما زيهم؟ أكيد. انت نفسك لما أيمن الشيخ صاحب أبو بكر الزاكي ويلاحظ أنه أبو بكر طوالي قاعد يحاسب نفسه، طوالي قاعد يراجع نفسه، طوالي قاعد يسأل نفسه في حاجات كثيرة، أنا بتعلم منه الحاجة دي لأني أنا مزامله مصاحبه. صاحب ساحب. أيوة بالضبط. فهو بيسحبني للحاجة اللي بيعملها. فأنت لما تكون الناس اللي حواليك ناس كويسين، ناس كلهم شغالين في موضوع المراجعة الذاتية، حينعكس علي، فأنا حأبدأ أشوفهم بالنسبة لي قدوات فأبقى زيهم بإذن الله تعالى. إذن ده رقم ثلاثة من الأشياء اللي بتعين أنك تصاحب الناس اللي شغالين بدفتر المراجعة ده. طيب السبب الرابع. رقم أربعة أنك تقرأ أخبار الناس اللي عملوا الحاجات دي، سير النبلاء. تقرأ أيوة سير الناس اللي شغالين بشنو بموضوع المراجعة. يعني أنت قرايتك فيها بيديك حافز. ليه؟ لانه انت قاعد تقرا في حاجات حقيقيه حصلت، ما زي لما زول يتخيل لك موقف، لا لما زول يحكي لك في كتاب انه فلان عمل كده وسوى كده، انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه او واحد من الصحابه مثلا فاتته صلاه العصر لانه انشغل بحاجه معينه فقام باع البستان كله، البستان الخلاني انشغل من الصلاه ده ما دايره مع السلامه. يا الهي دي حكايه صعبه، دي مراجعه خطيره. فلان عاتب نفسه في كده في فقصر في حاجه فعاتب نفسه فعاقبه بكده. الكلام ده ما كلام ساهل. أنا لما أقرأ هذه السير وأستمر في قراءتها أنا بعد ذاك بيكون عندي إحساس داخلي بأنه أنا قراءتي للناس ديل عملوا حاجات زي دي، معناها أنا ممكن برضو شنو ممكن أسوي زيهم في إمكانية إنه أعمل. أيوة معنا في النهاية ديل بشر زيي وهم اجتهدوا فأنا ممكن اجتهد زي ما هم اجتهدوا. الحاجة الخامسة اللي بتساعد الإنسان على موضوع المراجعة
ودي ممكن بعض الناس يستهين بها لكنها فيها أثر نفسي كبير جدا، اللي هي التأمل في أحوال الموتى، الناس الماتوا دين، زيارة المقابر، أنه الإنسان مرة كده يمشي المقبرة دي بالليل في وقت مظلم ويشوف الناس دي قاعدة في سكون، كيف الأجساد دي كلها قد خلاص ذهبت إلى الدار الآخرة إلى البرزخ، كل واحد منهم يوم القيامة حقه بدأ بحسابه بنعيمه بعذابه. الكلام ده بيخليك شوية توقف الطاحونة حقتك، غادي تقيف تقول انا حاشتغل امتين في الطاحونه حقتي دي، انا امتين حاشتغل في الدوامه في اللف الكثير ده، انا امتين بمشي شغلي وبجي يوميا 10 20 30 سنه وشغل روتيني وهادي لكنه ماخذ حياتي كلها، انا داير اقيف. انا في النهايه يوم من الايام، اليوم ده ممكن يكون بعد بيبقى عمري 70 80 60 50 سنه، وممكن اليوم ده يجيني الليله ولا بكره، صح ولا لا؟ موت الفجأة ده بيقى حاجة عادية أبو بكر، زول بيقول لك جاته ذبحة صدرية، سكتة قلبية، حادث حركة، دي كلها فجأة. أكل معاك أمس، اتغدى معاك الليلة، فطر معاك الصباح، كنت كان معاك في الشغل أمس والليلة، مش ماشيين نعزفيه، حصل شنو؟ غادر الدنيا. أنا ممكن أغادر زيه، أنا بقيف بتأمل. التأمل ده بيخليني فعلا أركز، التأمل ده بيخليني فعلا أسأل نفسي سؤال، هل أنا جاهز للمرحلة دي لو وصلت لها ولا لا؟ وبالتالي هأشغل دفتر المراجعة. أكبر فاية. طيب الأنواع والأقسام بتاعت الدفتر ده، الدفتر الكبير اللي تكلمت عنه ده، هل من أنواع له؟ في أنا عند باقي عندي ثاني سببين أقول لك، في عندي حاجتين بتعين. طيب. اللي هي الحاجة السادسة والسابعة. طيب. قلنا دي زيارة المقابر والتأمل في أحوال الموتى، دي من الأشياء المهمة جدا اللي بتديك الدافع ده بتساعدك. من الاشياء برضو البعد عن اماكن اللهو والغفله، في محلات هي اللي بتجيب لك البلا ذاته، صح ولا لا؟ ده عكس رجبين مصاحبه الاخيار. ايوه، في محلات انت وجودك فيها بنفسك ذكر الله، يا اخي زول شغال لي حفلات وشغال لي رقيص وشغال لي اغاني وشغال لي اصحاب سوء وشغال، ده يذكر ربنا بوين، ده يفتح دفتر المراجعه ده كيف اساسا. اخر حاجه السبب السابع اللي بعينك هو الدعاء، انا كده يا ربنا يا رب تسهل لي اني انا راجع نفسي واصلح نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، وتدعي اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين، تدعي الله سبحانه وتعالى من جوه قلبك انه ربنا يعينك. دي سبع اسباب معينه جدا للانسان في انه يستطيع بسهوله انه يشغل دفتر المراجعه، اقول السنوي اقول الشهري اقول اليومي بل اقول الدفتر اللحظي بتاع كل لحظه هو بيعيش فيها في هذه الحياه. ايضا دكتور ابن نرحب ونجدد الترحاب بكل المشاهدين الكرام والمستمعين الاعزاء في حلقه متجدده ومستمره ومتواصله عن دفتر مراجعه، مساحه لمراجعه النفس ومراجعه الذات في عدد من المحاور والاسئله المختلفه جدا ان شاء الله مع دكتور ايمن. طيب نواصل في الانواع، انواع المراجعه واقسام بتنقسم الى كم نوع؟ في عندنا نوعين رئيسيين. طيب. في مراجعه قبل ما اسوي الحاجه، وجيت بعض الناس بيستغربوا، ايوه قبل ما تسويها، قبل ما تبدا، يعني الناس متخيلين انه دفتر المراجعه ده بس الحاجات شنو؟ عفوا الحاجات الفاتت. لا، رحمه يقول لك في مرحله احلى من كده، انك انت تراجع الحاجه قبل ما شنو؟ قبل ما تعملها. انا دا اقول الحاجه دي اقولها ولا ما اقول؟ اراجع نفسي، اتكلم بالكلمه دي ولا لا؟ انا دا اتصرف تصرف، اتصرفه ولا ما صح؟ أنا داير أكلم زول بكلام أقوله له ولا ما أقوله؟ عاوز أختاب فلان، عاوز أعمل فعل من الأفعال حرام زي الغيبة أو حلال أعمله ولا ما أعمله؟ إذا دي اسمها مراجعة قبل الفعل، واللي قالوا فيها حاجتين، بسأل نفسي سؤالين. السؤال الأول، هل الحاجة دي فيها خير أسويها؟ فلو كانت الإجابة نعم فيها خير، فالسؤال الثاني، هل الخير ده أنا دايره لي الله ولا عشان الناس تشوفه؟ واضح؟ إذا الحاجة أنا داير أسويها، بسأل نفسي سؤالين، هل فيها خير؟ ما فيها خير بخليها، طيب طلع فيها خير، بس انا نفسي السؤال الثاني، طيب هي فيها خير، هل انا دار اسويها بالخير اللي فيها ده لوجه الله ولا عندي فيها غرض انه فلان يعاي لي ولا فيها رياء ولا؟ فلقيت انها فيها خير ولله قول بسم الله يسويها طوال، اشرع عمليا فيها طوال، بالضبط. اذا بشرطين، اللي هي انه يكون فيها خير وانها تكون منه لله تعالى. اما النوع الثاني من المحاسبه، فدي المحاسبه اللي كلنا عارفينها، اللي هي المحاسبه اللي بتكون بعد العمل، المراجعه اللي بتكون بعد العمل. اذا في محاسبه قبل العمل وفي محاسبه بعد العمل، في مراجعه قبل العمل وفي مراجعه بعد ما انا اكون انتهيت من العمل. ودي بيقولوا انواع برضو، اني احاسب نفسي على الطاعات انا قصرت فيها ليه، احاسب نفسي على اي حاجه كان تركها افضل انا ليه عملتها، والحاجه الثالثه ودي مهمه جدا، احاسب نفسي على المباحات، لو في حاجات مباحه وانا كترت منها، هل انا كترت منها وانا عملتها لوجه الله، وهل ممكن احولها من مباحات لطاعات بالنية ولا ما ممكن؟ طيب شكرا جزيلا دكتور ايمن، بعد الفاصل ان شاء الله يمتد هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام في كل مكان، قال السلف الصالح من كان يومه كامسه فهو مغبون، اي صاحب تجاره كاسده وبضاعه خاسره، فلنكسب الايام والفرص ونستثمرها في صالح محاسبه
الذات. دفتر مراجعة تواصل إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا متابعين لنا مساء. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد. جل جلال الله وتقدست أسماؤه، وعود لكم مشاهدي الكرام من جديد خطوات نحو التغيير. دفتر مراجعة هو مساحة للوقوف مع الذات مع دكتور إيمن الشيخ. جماعة سهل تكريم، مساء الخير. حياك الله أبو بكر، بارك الله فيك، الله يديك العافية. نواصل في الحاجات اللي ممكن تمنع الإنسان منه يراجع نفسه ويراجع ذاته. حقيقة أنا الفاصل اللي قبل شوية سمعناه ده بيذكرنا بحاجة مهمة جدا في موضوع دفتر المراجعة، حاجة في غاية الأهمية، وهي اللي قلتها لك قبل شوية، اللي هي موضوع الغاية الأسمى. أنه أنت الفلك اللي بتدور فيه كل أشغالنا وهمومنا ده، يعني في النهاية ده بفرض الله سبحانه وتعالى. أنت لو استحضرت في كل لحظة الأبيات الجميلة اللي سمعناها دي، لو استحضرت في كل لحظة من لحظاتك أنه أنت تعبك وجهدك وشغلك ده كله في النهاية، يعني ليه ليه ليه, ليه ما يكون لله سبحانه وتعالى؟ بقيت في النهاية ممكن تعيش في دوامة الحياة وتنسى كل الكلام ده. نحن دليل دفتر المراجعة ده يكون دفتر شامل، دفتر كامل، ليس فقط أنه أنا أراقب نوع أو حاجة معينة من الأشياء الموجودة في حياتي، وإنما كل مناحي الحياة بكل تفاصيلها تكون مستحضرة في بالي، وأكون أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يسددني. خاصة أنه ده الهدف بتاع البرنامج، يزول يصل لحاجات جديدة جدا تعين وتفيد في علاقته مع المولى عز وجل. شنو الحاجات اللي بتمنع الإنسان أنه يراجع نفسه؟ هي حقيقة حاجتين رئيسيتين، اللي هم الحاجة الأولى أن يغتر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني شنو يغتر الإنسان بالله؟ العبارات اللي بنسمعها، اللي بنسمعها إما أو بنقولها بألسنتنا أو أحيانا بنقولها جوا نفوسنا أو بنسمعها من غيرنا، أن يا أخي ربك غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. فالزول لما يحس أنه واقع في المعاصي بيغتر بالله، بيقول لك ما بنخش الجنة، كلنا بنصلي وبنخش الجنة، ربك غفور رحيم، ربنا عفو كريم. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم عفو كريم، والله سبحانه وتعالى هو الذي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الآية انتهت أبدا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الجنة بيذكر معاها النار، ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر المغفرة بيذكر معاها العذاب. ليه؟ عشان نعيش بتوازن زي جناحين الطائر، نعيش برجاء ونعيش بخوف. جناح رجاء، رجاء أيوة، رجاء في الجنة وخوف من النار، رجاء لرحمة الله وخوف من سخط الله سبحانه وتعالى. إذن أكثر حاجة بتمنع الزول أنه مع الجري كتير يقيف ويحاسب نفسه على الفات، يراجع كل اللي حصل، هو الموضوع ده، اللي هو شنو؟ أنه يغتر بالله، أنه يحس أنه يا أخي ربنا غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى، وينسى أنه ربنا سبحانه وتعالى قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ربنا هو اللي قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وربنا هو اللي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان لا يغتر برحمة الله ويعرف أن رحمة الله تصيب من يستحقها، دي أول حاجة. إذن دي أول حاجة اللي هي الاغترار برحمة الله. من الاغترار ده أنا بيقول ربنا غفور رحيم، من الاغترار أنا بيقول يا أخي نحن أمة مرحومة، والرسول صلى الله عليه وسلم حيشفع علينا، الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي حيشفع علينا ده هو اللي جاء في الحديث أنه يوم القيامة قال يذاد أناس عن حوضي، في ناس اللي يجوا لحوض الرسول صلى الله عليه وسلم يشربوا منه الملائكة بتزحهم. فالرسول بيقول يا ربي أمتي أمتي أصحابي وصيحابي ديل الناس اللي كانوا تابعين لي أمتي فيبتعدوا عن الحوض. ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنت ما عارف بعدك عملوا شنو، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فده بيورينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع لمن يستحق الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا ربنا يأذن له أنه يشفع عليك وربنا يرضى عنك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك. إذن أول حاجة بتمنع الإنسان أن يشغل دفتر المراجعة ده أن يغتر بالله، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية من الأسباب اللي تمنع الإنسان أن يراجع، الحاجة الثانية هي أن يغتر بالدنيا. من الأشياء التي تمنع الإنسان من المحاسبة أنه يغتر بالدنيا ويشوف الدنيا دي أنه عايش فيها حياته كلها خلاص.
الاغترار بالدنيا ده، وانه يحس انه الدنيا ونعيم الدنيا ومباهج الدنيا وعيشة الدنيا واصدقاء الدنيا والاهل في الدنيا، اي حاجه متعلقه بالدنيا لما يغتر بها ويسيح ويندمج زي ما بيقولوا فيها، بعد خلاص حينسى اي حاجه ثانيه، فحيلقى نفسه جاري في الدنيا دون ان يتوقف للاسف الشديد. اذا في سببين بتمنع الزول انه يشغل الدفتر الكبير السمح له دفتر المراجعه، انه يغتر بالله سبحانه وتعالى، انه ربنا غفور رحيم، وينسى انه ربنا قد يسخط على الانسان ويغتر بالدنيا وينسى انه الدنيا دي في النهايه هي مطيه الى الاخره. قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما انا الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم قام وتركها. قال صلى الله عليه وسلم: انما مثل الدنيا من الاخره، كان يجعل احدكم اصبعه في البحر ثم يخرجه فلينظر بما خرج. الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا أن الدنيا دي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما جعل أو ما سقى منها كافرا شربة ماء. طيب نمشي للكيفية أو مقياس أنه يا أخي أنا ناجح في المراجعة. أول حاجة أني لو تعلمت أي حاجة أطبقها، أنا كوني أخذ علوم دينية أو أخذ علوم دنيوية أو أخذ معارف أو أخذ علم على الله سبحانه وتعالى علمني إياه شخص من الأشخاص أنه ربنا قال كده أو الرسول قال كده، أول دليل على أنه المحاسبة شغالة صح وأنه المراجعة دفتر المراجعة شغالة صح أني أكون زول قاعد أطبق في حياتي، ما أكون زول بتاع كلام. يا مناس المراجعة حقتهم هي بالكلام، لكن أكون ينزل الكلام ده على أرض الواقع الحاجة دي عند بعض الناس للأسف ما موجودة. التطبيق العملي. التطبيق العملي. إذن أول حاجة عايز تعرفها انك انت شغال صح في المراجعه انك قاعد تطبق، انك تكون انسان رباني. الانسان الرباني هو اللي ما بيكون كلامه غير فعله، وانما بيكون قول وفعل مع بعض. الدليل الثاني او المقياس الثاني اللي بيوريك ان المراجعه صح، انك طوالي تكون ما راضي عن نفسك، طوالي عايز تبقى احسن. دي اللوامه. ايوه، طوالي حاسس احساس جواك انه انت مفترض تكون احسن من كده. اول يجيك احساس انه انا وصلت للقمه، أنا وصلت لقمة العبادة، أنا وصلت للقمة من رضا ربنا عني، أنا وصلت للقمة، أنا أكتزور بقيمة الليل، أنا أكتزور ربنا سبحانه وتعالى جعلني في مكان عالي، الناس دي كلهم نايمين وأنا صاحي قاعد أصحى للصبح، الناس دي كلها نايمة وأنا بصحى الساعة 3 أقوم الليل، الناس دي ما بتقرأ القرآن ملتهية وأنا قاعد أقرأ القرآن، الناس بتسوي كذا، الناس بتسمع وبتسوي وأنا ما، الإحساس بأنه أنت وصلت ده أول الطريق للبعد. إذا المقياس الثاني هو عدم الرضا على النفس، أو بنقول بالأصح أنك تكون دائما حاسي أنك لسه محتاج تبقى أحسن، حاسي أنك لسه محتاج تبقى أفضل، ده المقياس الثاني. المقياس الثالث أن تستطيع أن تفرق بين النعمة والفتنة. أن تستطيع أن تفرق بين النعمة والفتنة بحاجة بسيطة جدا، أنه الحاجة دي لو اللي ربنا أداك ليها لو أنت استخدمتها في طاعة الله فهي نعمة من الله عليك، ونفس الحاجة لو انت استخدمتها في معصية الله فهي فتنة ارسلها الله لتكون فتنة لك. عشان كده عشان يكون مقياسك صحيح انه انت الحاجات اللي بيجيك من ربنا دي خليها نعم. كيف تخليها نعم؟ انك تستخدمها في شنو؟ في طاعة الله. وللأسف لو استخدمتها في معصية الله فهي ليست نعمة وانما هي فتنة قد ابتلاك الله بها. طيب نمشي للخطوات، خطوات المراجعة. أول حاجة في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى أنه أنا أراجع نفسي في الأساسيات، وإحنا عندنا الأساسيات هي الفرائض. أبدأ بالفرائض أول حاجة، أنا أموري ضابطة في الفرائض ولا لا؟ في ناس عندهم قروش كثيرة ومهملين جدا في جانب الزكوات، ممكن تعدي سنة سنتين ثلاثة يا دوب يصحصح أنه في زكاة وفي لا، أنا زول عندي مال بالغ النصاب اللي هو ما يعادل 85 جرام من الذهب وتم عليه سنة كاملة، أنا دار أزكيه، أزكيه كيف؟ أزكيه 200، ده شغلي أني أكون مصحصح للحاجة زي دي، ما أهمل الإهمال اللي قاله ابن القيم رحمه الله. الصلوات ماشي فيها كيف؟ ربنا ما أمرنا بأداء الصلاة يا أبو بكر، ربنا أمرنا بإقامة الصلاة، وفرق ما بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. أداء الصلاة دي ما هي شكل ظاهري حركات، لكن إقامة الصلاة أن تصلي وأنت كما يقال تتخيل بين يديك الجنة والنار ورضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وصلي صلاة مودع كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك دي آخر صلاة حتصليها في الدنيا، واخشع في الصلاة وركز مع الأذكار، ولما تقول الله أكبر معناها الله أكبر من كل همومي ومشاغلي ودنيتي، ولما يعني تقول سبحان ربي الأعلى تتذكر أن الله هو الأعلى، وسبحان ربي العظيم تتذكر أن الله هو العظيم، لما تقرأ الفاتحة تتذكر أن ربنا بخاطبك فيها الحمد لله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، الخطاب اللي بيكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي حس بطعم الصلاة، لدرجة أنك تصل لمرحلة أنه 200 تجي الصلاة بعدها، دي إقامة الصلاة. أنا بحاسب نفسي في الفرائض الزي دي، الفرائض دي لو مسكتها دي الخط الأول، ده خط الحماية اللي لازم أنا أنتبه له واللي هو الفرائض.
الحاجة الثانية في المحاسبة الانتباه للمناهي. أنا الفرائض التزمت بها، يلا بعد أجي أشوف المحرمات هل أنا بطلتها ولا لا، أنا بشوف كده ولا ما بشوف، أنا بسمع كده من المحرمات ولا ما بسمع، أنا الأفعال المنهي عنها واقع فيها ولا لا. إذن الخط الثاني أنه أنا أحاسب نفسي، أنه أنا أراجع نفسي في المنهيات، هل أنا فعلا بعدت منها ولا لا. الحاجة الثالثة محاسبة النفس على الغفلة. الغفلة دي قبل قلناها الإهمال، زمن يمشي وأنا ما جايب خبر، زمن يمشي وأنا ما جايب خبر، دي اسمها غفلة. والغفلة كما يذكر في شريط جميل جدا محاضرة للشيخ اسمه سعيد مسفر القحطاني، اسمها الغفلة الداء العضال. ادخل النت اكتب الغفلة الداء العضال، اسمع المحاضرة دي، محاضرة جميلة بيتكلم لك عن انه كيف الغفلة دي بتخلي الزول بعيد من الله سبحانه وتعالى. نكرر عنوانة ثاني، عنوان المحاضرة، العنوان المحاضرة اسمها الغفلة الداء العضال، يعني الغفلة دي هي الداء الشديد، وهي للشيخ سعيد مسفر القحطاني من مشايخ المملكة العربية السعودية، ربنا يحفظه طول في عمره. فمحاضرة جميلة جدا أكيد موجودة في النت، الزول لو دخل فتشة، محاضرة صوتية وقد تكون حولت لكتاب. الحاجة الرابعة محاسبة النفس على حركات الجوارح، أي حركة أنا بتحركها بتحركها عشان شنو، بتحركها ليه، السبب شنو، والحركة دي أنا حأسوي بها شنو. إذن يا أبو بكر حاسب نفسي على الفرائض، أراجع نفسي في موضوع المناهي، أراجع نفسي في موضوع الغفلة والنسيان عن ذكر الله سبحانه وتعالى والعلاقة بالله، وأراجع نفسي فيه حتى في حركات الجوارح. طيب نحن عندنا 4 دقائق نواصل فيها في تعامل العبد مع نفسه فيما يتعلق بدفتر المراجعة بصورة عامة. العلماء ذكروا لنا مراحل صغيرة هي عبارة عن ترتيب ذهني، بيقول لك أول حاجة المشارط، أنك أنت تشارط نفسك، تتفق مع نفسك أنه ما نعمل كده وأنه نعمل كده، أتفق مع نفسي، أشارط نفسي أنه نعمل الطاعات ونبتعد عن الأشياء ما كويسة، دي اسمها المشارطة. المرحلة اللي بعدها المراقبة، انت الان يا ابو بكر شرطت نفسك، المرحله الثانيه تسويها شنو؟ تراقبه، هل حتلتزم ولا لا. المرحله الثالثه المحاسبه، تحاسبه في عملته صح ولا حسب اتفاقنا ولا ما حسب اتفاقنا. المرحله الرابعه المعاقبه، قلت لك عمر رضي الله عنه لما انشغل مره باع البستان كله انه شغله عن الصلاه، عمر بن عبد العزيز او عمر بن الخطاب لست متاكدا. المرحله اللي بعدها هي المجاهده، انه انا بعد ما عاقبت نفسي على غلطات ببدا بجاهد، المجاهده دي حاجه مستمره مستمرة مستمرة مستمرة، فدي والمجاهدة دي بتكون باستمرار لا تنتهي أبدا. طيب شنو الأسئلة المفترض يسألها العبد لنفسه في مرحلة جديدة أو عمر جديد فيما يتعلق بدفتر المراجعة عشان يبدأ مرحلة جديدة؟ نوع الأسئلة، الأول حاجة عندنا الجانب الروحي اللي هو جانب علاقتك بربنا، أنت ماشي كيف؟ إذا ده السؤال الأول في علاقتك بمنو؟ بربنا سبحانه وتعالى. السؤال الثاني في علاقتك بأسرتك، يا مناس مقصرين مع أسرهم، قد يكون هو إنسان عابد وزاهد لكنه بعيد جدا من زوجته، بعيد من أولادهم، يا أخي شغل دفتر المراجعة، علاقتك بهم كيف؟ زوجتك علاقتك بها كيف؟ أولادك علاقتك بهم كيف؟ تربيتك لهم كيف؟ قربهم من الله، بعدهم من الله، ده كله مسؤوليتك في النهاية. إذا السؤال الثاني عن أسرتك، أمورك كيف؟ مراجعة لأموري مع أسرتي. الحاجة الثالثة مراجعة للجوانب المادية، يا أخي المادة والجانب المادي لو تحسين الوضع المادي بيساعدني في حاجات كثيرة، هل أنا اجتهدت في الفترة الفاتت أني أصلح أوضاعي المادية ولا ما اجتهدت؟ طيب لو ما اجتهدت أنا لقدام ممكن أسوي شنو؟ هل عندي مصادر دخل ممكن تعيني تقوي لي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى أني حكون صاحب صدقات وصاحب إحسان وصاحب إنفاق وإلى غير ذلك وصاحب مشروعات خيرية؟ تكون في الجانب المالي. ده السؤال الثالث. السؤال الرابع عن صحتك، انت صحتك دي مهتم بها ولا لا؟ ما انت الجسد اللي انت فيه والان ده هو امانه من الله سبحانه وتعالى، هل انت قاعد تتناول اي حاجه ربنا ما بيرضاها؟ سجاير، تنباك، خمره والعياذ بالله، دي مفترض اوقفها. هل انا في غذائي حريص على الحاجه اللي بتنفعني وبتفيدني ولا لا؟ لانه البدن ده لما نبقى صح، حتى الصلاه دي بالبدن الصحيح بتكون صلاه اجمل وصلاه اخف وصلاه اهدى، صح ولا لا؟ صحيح. بخلاف الانسان المريض اللي ممكن ما بيصلي الا هو قاعد، ممكن ما بيقدر يصلي، ممكن لا يتمكن من السجود حتى بسبب شنو؟ موضوع اهمال الصحه، الصحه البدنيه او حتى الصحه النفسيه اللي هي مشاعر الانسان وحاسيسه انها تكون بطريقه صحيحه وطريقه ايجابيه. ده السؤال الرابع. اذا السؤال في علاقتي بربنا وعلاقتي باسرتي وعلاقتي بالناحيه الماديه كيف صلحتها ولا لا، وعلاقتي بالجانب الصحي، بعد اجتماعياتي كيف؟ انا عملت شنو في المجتمع؟ انا ربنا خلقني كانسان لاكون خليفه في الأرض، هل أنا بتصرفاتي قاعد أحقق خلافة الله في الأرض؟ هل الناس مستفيدة مني؟ هل أنا أشعر أني قاعد أدي رسالة ولا أنا عايش لنفسي وبس؟ هل أنا فعلا قاعد أنقل الرسالة دي للآخرين بحيث أنه كل ما زول عمل خير، عمل الخير دي يصل لكل الناس ولا لا؟ دي من الأشياء الأساسية اللي زول يخدها في باله، اللي هي علاقتي بالمجتمع وأثري في الناس شنو. السؤال البعدي في مهنتي شغلي، والسؤال ده مهم ليه؟ لأنه الناس عندهم الشغل بياخد جزء من الزمن. أنا شغلي ده بحبه ولا ما بحبه؟ لو ما بحبه أنا قاعد فيه ليه؟
انا شغلي فعلا لو انا بحبه، هل انا شغلي فيه روتيني ولا قاعد اتقن العمل اقدم افضل حاجه؟ هل انا قاعد اجدد في شغلي بجيب وسائل جديده واساليب جديده عشان انا احمس نفسي لقدام ولا لا؟ هل انا زملائي في العمل قاعد افيدهم بحاجه؟ هل 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 دي كلها اسئله مهمه جدا لانه العمل بياخذ مننا زمن. اخر سؤال هو تطويري لنفسي. هل انا اللي كنت عام 2010 نفسي اللي كنت 2012 وانا ذاتي اللي كنت 2015 وانا نفسي في 2017 وانا من سنوات انا هو يا هو انا ذاتي؟ ليه؟ ليه انا ما قاعد احسن في اموري؟ ليه ما انا قاعد احسن في مستوى لغتي في التواصل مع الناس؟ ليه ما قاعد احسن في مهارات الخطابه والاقناع والتواصل؟ ليه ما قاعد احسن في مهارات التعلم الجديد، في اكتساب الاشياء الجديده اللي بتفيدني وبتفيد الاخرين؟ اذا يا ابو بكر دفتر المراجعه ما فيه حاجه واحده، دفتر المراجعه فيه ودا 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 ودا، بس دار الزون يزح اللي قال ابن القيم اللي هو الاهمال، يصحصح ويبدا من جديد ويشغل دفتر المراجعة بإذن الله تعالى، حيحس أنه من أسوأ لقدام بدأ مرحلة جديدة وجميلة في حياته بتوفيق الله تعالى. وندعو الله أن يكون دفتر المراجعة مفتوح دوما لمراجعة الذات ومحاسبة النفس. شكرا جزيلا دكتور أيمن، إن شاء الله نستمر معك في الحلقة القادمة في موضوع آخر متجدد بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ختاما مشاهدينا الكرام، وتبقى الفائدة والحصيلة والثمرات بالتطبيق العملي لجملة المعارف والمعلومات والفوائد الجديدة فيما يتعلق بدفتر المراجعة. أسبوع قادم حلقة متجددة، إلى ذلك الحين تحية واحتراما ولتدم في الله محبتنا، في أمان الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا.